السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير سيداتي أوانسي سادتي من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، ولقاء شبيبة القبائل بمستضيفها اليوم نادي أتلتيك فردو في الجولة الخامسة من البطولة المحترفة الأولى الجزائرية. على كل نقول لكم عيد سعيد، يعني عيد سعيد بمناسبة السنة الهجرية 1440 الموافق ل 11 سبتمبر 2019. ألف مبروك طبعا وعيد مبارك لكل الأمة الإسلامية وطبعا الأمة الجزائرية والشعب الجزائري كافة، فمبروك لذلك إن شاء الله مزيد من التألق، مزيد من النجاحات، مزيد من إن شاء الله الأمور الإيجابية للجزائر الحبيبة. يرافقني في تحليل هذه المباراة على المباشر وعلى قناتنا الثالثة محلل التلفزيون الجزائري مازا مصطفى، اللاعب الدولي السابق ولاعب ولدية الجزائر طبعا. مرحبا بك مصطفى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخ عبد الحفيظ، تحية كل جمهورية ديال الكريم وزول كل الشعب الجزائري. نتمناو انه السنه الهجريه تمر علينا بالخير والبركه، خاصه لبلادنا الحبيب وكل الامه الاسلاميه والشعب الجزائري كافه. نتمناو انه هذه السنه تكون فيها الخير على الجزائر. امين يا رب. امين ان شاء الله. هذا ما نتمناه للجزائر الحبيبه ولشعبنا الطيب طبعا اللي راح يتابعنا على المباشر من ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو في لقاء مهم ومهم بالنسبه للفريقين، سواء بالنسبه للترتيب او النتيجه. وطبعا هذا اللقاء عنده نقدر نقول انه لقاء بست نقاط، لانه الفريق اللي يفوز في هذه المباراه راح يلعب بقيه المباريات الجايه راح تكون ربما بأكثر جدية. ولا بأس نذكر إذن بتشكيلة الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف موسوي في حراسة المرمى وهو فريق أتلتيك بارادو، 12 نصيف هيثم، صبري شريطية رقم 21، 6 بوشينا، 22 بوعبطة، 15 بصبح، 34 بوداوي، 8 و 24 العيجي، 9 بن عياد، بوزوق رقم 25، وفراحي رقم 1 الحارس الثاني، 49 موالي رقم 10، مزياني رقم 31، زرقان رقم 5 دوار، ولرجم أو أرجم رقم 28، قناوي 47، المدرب السيد فرانسيسكو شالو البرتغالي مدرب فريق بارادو او أتلتيك بارادو، ثلاثي التحكيم اذا سعيدي محمد، حاج سعيد علي، ميراوي زكريا، والحكم الرابع بوشنب موسى، ومحافظ اللقاء تهابي محمد رئيس رابطه جيجل. اذا بالنسبه لفريق شبيبه القبائل دخلت بالتشكيله التاليه: صالحي في حراسة المرمى، صالحي رقم 1، بليلي، أمير بليلي، نعم، شوقي إلياس، تيجي بوعلي، سعدو، بن خليفة طاهر، بن علجية، فخاسي، عبدو الفيستون، بن يوسف إلياس، أماوش قاسم. في الاحتياط هناك اللاعب ماسينيسا تفني، بالقسمي أيت عبد السلام، نفور النيجيري أوشي، سلامة حمرون، وبنبوط الحارس الثاني، المدرب هو ديما الفرنسي، المدرب الفرنسي مدرب شبيبة القبائل اللي طبعا اليوم جمهور رايح يسمع الحدث في ملعب اول نوفمبر. ان شاء الله نتمنى انه يكون
اللقاء في روح رياضية، يدور في روح رياضية عالية بين الفريقين في هذه المواجهة. نذكر أنه اليوم أو الجولة الخامسة هذه لعبت أمس بعض المباريات، واليوم تلعب ما تبقى من الجولة يعني الخامسة. إذن فرانك ديما عنده حسابات، وفرانشيسكو شالو البرتغالي عنده حسابات اليوم في هذه المباراة. اللباس طبعا حتى نقول أنه الفريق النادي أتلتيك طردوا بلاعبين شبان، اليوم يلعب ضد فريقه السابق اللاعب بن خليفة طاهر. خليفة طاهر واحد من أحسن اللاعبين في صفوف نادي بارادو أتلتيك هذا الموسم يعني راه في شبيبة القبائل، شبيبة القبائل التي نقول تغيرت بشكل كبير جدا، يعني بليلي من شباب بن وزداد، شطي الياس، تيزي بوعلي، سادو بن خليفة، القاسي بل فيه فيستو من البيرندي، وأمعوش قاسم هو من فريق الأمال نظن، دفني وبالقسمي، أيت عبد السلام أحمد رقم 30، ونفور يوشي من نيجيريا. إذن اليوم لقاء صعب، وصعب جدا بالنسبة للفريقين، كل فريق عنده إمكانيات باش يفوز بهذه المباراة، وخاصة أنه أمام جمهور غفير وغفير جدا. اليوم مصطفى نقول أن فريق شبيبة القبائل ربما الرجل الثاني عشر هو اليوم الجمهور اللي راح يساند فريقه بعد انطلاق المقابلة. إذن تنطلق في هذه اللحظات المباراة ولصالح شبيبة القبائل. لقطة في الدفاع ترجع لفريق الشبيبة في وسط الميدان، ثم محاولة الاحتفاظ بالكرة وانطلاقة، لكن هناك تدخل من دفاع نادي أتلتيك بارادو، ترجع الكرة هذه بل خطأ، في هناك خطأ، مساعد الحكم يعلن عن خطأ لفريق نادي أتلتيك بارادو ولصالح بوعبطة. نقول ما هو المعطيات الأولى، وما هي المعطيات الأولى مصطفى حول هذا اللقاء؟ نعم، المعطيات خاصة وأنه شبيبة القبائل يستقبل على أرض ميدانه، نظن أنه ما يغيرش كثير لما يلعب على أرض ميدانه. نظن أن الفريق في بداية المباراة هذه بدأ المباراة ب 4-3-3 عكس نادي بارادو اللي في انا نشوفه يعني خطه، وكاين مرونه تكتيكيه تتغير مع مرور بدون شك الوقت، حتى التنشيط الدفاعي او الهجومي لنادي لشبيبه القبائل. نشوفوا ان نادي بارادو يلعب 4 مدافعين، 3 لاعبين في الوسط و3 لاعبين في الهجوم. اذن انطلاقه على الجهه اليسرى وتخرج الى التباس مباشره الى تباس صالح نادي أتلتيك بارادو، اللي قلت أنه نادي من النوادي التي يحسب لها ألف حساب مع كل الفرق، لأنه فريق يلعب بدون ضغط ويلعب كرة نظيفة، يلعب كرة يعني القصيرة، الكرات القصيرة، وما عندوش ضغط يعني حتى يعني الأنصار ما عندوش أنصار، ولكن نظن أن الأداء نتاعه جيد دائما مع الفرق اللي يلعب لها. ومباشرة في وسط الميدان كرة لفريق شبيبة القبائل، ترجع مباشرة للدفاع دفاع شبيبة القبائل عن طريق بن يوسف الياس، ثم للحارس صالحي عبد القادر. في ضغط عالي عبد الحفيظ من نادي بارادو على لاعبي شبيبة القبائل، ومحاولة منهم أن يسترجعوا الكرة في أقل وقت ممكن لكي ما يبذلوش مجهودات بدنية كبيرة. فعلا، واسترجاع الكرات بخفة ورشاقة،
6 امتار يقول مساعد الحكم. اذا يعلن مساعد الحكم عن 6 امتار لفريق شبيبة القبائل وللحارس صالح عبد القادر. اذا ترجع الكرة لصالح الشبيبة، ترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل والحارس، ثم بهدوء ومحاولة الخروج بالكرة من الشبيبة ناحية، وخطأ فيه، هناك خطأ واضح، خطأ واضح، والنتيجة إذا تهم كثير الشبيبة وتهم كثير كذلك فريق نادي أتلتيك بارادو في مواجهة قلت أمام أنصار، الأنصار الحين يضغطوا على الشبيبة لأنه على عناصر الشبيبة على أنه الفريق لابد أنه يكون فيه نتيجة إيجابية فوق أرضية ميدانه، ولكن هذا طبعا مع كل تحفظ في هذه المباراة. إذا أماوش قاسم ذعلو ترجع الكرة لفريق الشبيبة ثم يسترجعها في وسط الميدان بن خليفة، ترجع لبن خليفة ثم لبن يوسف، نعم طويلة، ثم سعدو، سعدو يرجع هذه الكرة، سعدو يلعب كمدافع محوري في هذه المباراة، ثم ترجع للشبيبة القبائل، نعم في كرة على الجهة اليمنى ومحاولة التوغل على الجهة اليمنى، لأن لحد الآن ما شفناش الخطر يعني من الجانبين، هناك الكرة تمشي ولكن وسط الميدان، في وسط الميدان وبسرعة كبيرة سواء من الشبيبة اللي تحاول أنها تكون خطيرة في هذه المباراة مع أقاسي وشطي، ثم الكرة ترجع لوسط الميدان دائما عن طريق الشبيبة، نعم ترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل، سعد نبيل رقم 9، سعد نبيل رقم 9 اللي يلعب كمدافع أيمن وليس في المحور، لأن في وسط الميدان طويلة، ثم بفعل نادي بارادو يخرج هذه الكرة عالية وتبقى الكرة لصالح أتلتيك بارادو، ثم التدخلات الكرة العالية هذه ثم محاولة تنشيط الهجوم انطلاقا من وسط الميدان، لكن الحراسة الفردية المضروبة على كل لاعب من خاصة من نادي أتلتيك بارادو، ثم تسلل عودة من وضعية التسلل، نعم فعلا من نعيجي، نعيجي واضحة يعني، نعم واضحة، مساعد الحكم رفع رايته شوف هاي، نعم هاي العودة واضحة يعني الكرة واضحة جيدا كما ينبغي، وسعده طويلة الكرة في وسط الميدان، شوف تبادل كروي جيد بين عناصر نادي بارادو، انطلاقة، انطلاقة سريعة لنادي بارادو عن طريق بن عياد، ثم تدخل من مرة أخرى من نادي بارادو، ثم ترجع كرة لصالح شبيبة القبائل، انتظار يعني لما يكون فريق نادي بارادو في حالة هجوم فريق شبيبة القبائل يرجع بعدد كبير من اللاعبين، نعم تحول، تحول وبسرعة من لاعبي شبيبة القبائل، خاصة المرتدات السريعة من نادي بارادو من بن عياد، بن عياد اللي يلعب على الجهة اليسرى تارة، تارة يلعب في محور الهجوم، يغير هو وزكريا نعيجي، عندهم السرعة وعندهم الإمكانيات، أباعوش وتدخل الدفاع يخرجها بصعوبة، نعم بصعوبة هذه الكرة مصطفى، نعم عندهم السرعة زكريا نعيجي وكذلك بن عياد باش لكي يوصلوا بسرعة إلى مرمى أو إلى منطقة شبيبة القبائل. نظل كان في هناك خطأ أعلن عليه الحكم ودفع من الخطأ. نعم. لا ننسى تهاني الفرقة التقنية أشدي رقم 2 وزميل المخرج هيكل القاسمي على طبعا أمنيتهم، الجميع أمنيتهم للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك، وهو السنة الهجرية 1440، طبعا تاريخ عظيم بالنسبة للأمة الإسلامية، وهو
طبعا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، ونحتفل طبعا بهذا العيد العظيم، العيد الإسلامي العظيم كأمة إسلامية. طبعا نحتفل بالأعياد، طبعا الأعياد الدينية والأعياد الوطنية، ومحاولة داخل منطقة العملية، شوف محاولة صعبة ولصالح فريق حذاري من دفاع شبيبة القبائل اللي يعاني، ثم ترجع كرة مباشرة بتسديدة لكن كانت ضعيفة، كانت ضعيفة وإلا كانت الكرة يعني خطيرة جدا، كانت الكرة خطيرة جدا لصالح فريق نادي بارا. لو نشوف الإعادة كانت فيها يعني فرصة هدف لصالح فريق نادي بارا. ترجع الكرة هذه لفريق شبيبة القبائل عن طريق شطي، بل لا وقاسي مهدي، ثم بن علجية على الجهة اليسرى يلعب كجناح أيسر مصطفى. نعم يمشي على الرواق الأيسر. نعم مهدي بن علجية اللاعب يلعب بالرجل اليمنى كي يدخل الرجل تاعه ويقدر يعني يمد كرات للاعب كوتشي، اللاعب فيستون، اللاعب اللي يستعمل كثير المساحات وعنده سرعة كبيرة. يعني شوف اللاعب فيستون، شوف تحركات اللاعب فيستون، يتحرك يمينا ويسارا ويحاول انه ربما يفكك دفاع نادي بارا، يحاول طبعا تفكيك دفاع نادي بارادو في استعادة من البرندي وأشي من نيجيريا، وفي الاحتياط لاعب احتياط اليوم، وتبقى الكرة لصالح فريق الشبيبة. ثم شوف كرة وزعت لكن ما لحقتش للاعب فيستون، وانطلاقة لصالح فريق نادي بارد في محاولة. شوف محاولات فردية، كاد يسجل الهدف الأول. ظن بن عياد اللي كان وراء هذه الفرصة بعد التمريرة الواضحة والتمريرة الجيدة من صبري شريطية رقم 21. شوف نعم هذا بن عياد، قلنا باللي حذاري من المرتدات، عندهم السرعة لاعبين هادو زكريا نعيجي وكذلك لاعب بن عياد. هذه الكرة كان وراءها زكريا نعيجي بعد ما مرر الى اللاعب جاء من خلف، اللاعب اعتقد بوداوي، اعتقد لكن التسديده ما كانتش فيها القوه، ضربها يعني كره يعني متقاطعه في القائم الثاني، لكن الحارس الصالحي كان بالمرصاد واخرجها الى الركنيه باليد اليسرى. الخرجه نتاعو كانت موفقه والا كان في هناك اكيد كانت ماشيه مباشره الى المرمى. شوف الكره السريعه، شوف اللاعب زكريا نعيجي يضع نفسه في وضعيه باش يكون دون مراقبه، هنا يرفع راسه وياخذ المعلومه ويمد الكره اعتقد الى اللاعب اللي جاء من خلف، نظن اللاعب شريطيه، اعتقد اللاعب شريطيه. نعم شريطيه وترجع الكره لصالح نادي بارادو اللي يدفع بهذه الكره الى الامام عن طريق بوعبطه اللاعب المحوري، وتبقى لصالحي مباشره قول السيد علي فرقاني على من المنصة الشرفية. نذكر فقط أنه كان فيه هناك اليوم طبعا حفل يعني على شرف اللاعب دحمان دفنون لاعب فريق جبهة التحرير الوطني للاعب تكريمه اليوم، تم تكريمه من طرف لاعبين يعني قدامى دردار ودريج وكوفي، وكرم اللاعب دفنون دحمان لاعب لفنان يعني لاعب فريق جبهة التحرير الوطني الذي لعب لفريق النهد، فريق نصر حسين داي، ولعب لفريق شبيبة القبائل
كما لعب يعني قبل التحاقه بصفوف طبعا جيش جبهة التحرير الوطني، لعب لفريق أونجي الفرنسي، لعب إلى جانب يعني اللاعبين مخلوفي، إلى جانب معوش، إلى جانب وليكان رحمه الله، إلى جانب سكان، مجموعة كبيرة والقائمة طويلة جدا. فهنيئا لي اليوم للاعب دفنون اللي عاد إلى طبعا يعني المكان اللي ولد فيه وكرم من طرف أصدقاء وزملائه. فهنيئا للاعب والمحاولة لصالح فريق شبيبة القبائل، الدخول محاولة الدخول لكن هناك تصدي. حقيقة المبادرة هذه حقيقة. نعم، والمبادرة كانت من طرف مولود عيبود. مولود عيبود يعني اللي كانت مبادرة نستحسنها جدا، لأنه هاد اللاعبين يعني يكونوا يستحقوا ويستاهلوا كل الخير، لأنه هما عملوا الخير كبير في وكان عندهم يعني دور كبير في استقلال الجزائر، ورحنا ننعم بهذه النعمة الكبيرة استقلال الجزائر. والمحاولة لفريق شبيبة القبائل طويلة، تدخل الدفاع، تدخل الدفاع بصعوبة شريطية على الجهة اليسرى ليغلق القائم الثاني بعد الكرة العرضية مشات من شتي الياس على الجهة اليسرى. الكرة لصالح فريق شبيبة القبائل والتدخل مساوي سهلة بالنسبة ليه. شوف طول القامة، قامة مساوي تخليه، مساوي توفيق تخليه الكرات هذه العالية يعني يستحوذ عليها بسهولة. ثم محاولة شريطية، نعم في محاولة على في وسط الميدان لبوداوي، ثم ترجع لشريطية وبوداوي. الكرة دائما لفريق هذا، ثم ترجع لشبيبة القبائل. كل ما الشبيبة ما عملش ضغط كبير يعني الحارس مساوي، يعني ما كانش فيه هناك ضغط كبير، وفيه محاولات ربما اللي كانت خطيرة على الحارس مساوي. ومحاولة داخل منطقة العمليات لصالح نادي بارادو، فتحة إلى أمام، تدخل الدفاع يخرجها للركلي. أحسن ما فعل اللاعب، أحسن ما فعل أمير بليلي. بليلي نعم، لأنه كان هو المدرب السيد دوما. طبعا في لوم يعني لوم اللاعبين لأنه التغطية لازم. هذا مدرب عبد الحفيظ تشالو مدرب نادي بارادو، ويطلب من اللاعبين تاعو أنه يستحوذوا على الكرة ويمشوا بسرعة، لأنه المرتدات نادي بارادو الآن يعني دايرة خطورة على دفاع شبيبة القبائل. وبوداوي، البوداوي هو اللي راح ينفذ هذه الركنية على يمين الحارس صالحي. الأمور راح تصعب كثير على الـ على الـ على شبيبة القبائل وكذلك على نادي بارادو، ولكن يعني درجة أكبر على شبيبة القبائل، لأن لاعبي نادي بارادو عندهم السرعة في التنفيذ، عندهم السرعة في عندهم تحكم في الكرة، يلعبوا يبدلوا يعني الأماكن، فيه تغيير في الطريقة، حتى أنه الأداء نتاعهم يعني يتبدل بسرعة كبيرة. والقائم الأيمن ثم إلى الركنية، توالي الركنيات وتوالي الخطر على مرمى الحارس صالحي. بليلي يخرج للمرة الثانية، يخرج الكرة هذه الصعبة لشبيبة القبائل ولنادي بارادو. بوداوي، بوداوي راح ينفذ هذه الركنية ربما في القائم الثاني، يبحث عن القائم الثاني، فعلا في القائم الثاني. طويلة محاولة ولكن تدخل الدفاع، تدخل دفاع شبيبة القبائل يخرجها إلى الركنية الرابعة. أربع ركنيات على مرمى صالحي عبد الخالق. أنا بوداوي في القائم الثاني إلى زكريا العجي اللي كان موجود دون مراقبة. يعني تتحير في بعض الأحيان كيفاش لاعب داخل منطقة الجزاء وفي ركنية دون مراقبة، يعني أشياء تحير بعد من الشيء. ومحاولة كانت خطيرة جدا، خطيرة جدا هذه وعبطة.
لعب بالمحور مباشرة إلى، لأنه طول قامته تسمح له باقتناص هذه الكرة العالية. كان هنا خروج غير موفق من صالحي، شوف خروج صالحي، خروج صالحي كان غير موفق، وهنا تنفيذ ركنية من ريشي. نعم شوف الكرة صعود بوعبطة ورأسيته لم تكن يعني بالكيفية اللازمة إلا وكانت يعني في شباك الحارس. نعم يعني الصعوبة أصبحت أكثر من جانب نادي بارك، لأنه يلعب كرة القصيرة يحاول التمرير، شوف موزع ويبحث عن المساحات الشغيرة على الجهات على الجهتين اليمنى واليسرى، وشوف يمد كرة ثم ينطلق بسرعة كالسهم. يعني اللاعب لاعبين ممتازين جدا، وترجع الكرة لفريق نادي بارك. فيش خطأ الحكم، وبداوي بداوي ترجع كرة لبن عياد، بن عياد وتدخل بصعوبة لصالح فريق شبيبة، ثم ترجع للشبيبة اللي تحاول الدخول بالكرة. لا يبحثوا عن اللاعبين في الهجوم، يبحث عن عن اللاعب. لا بداوي خرج، ما تعرفش من هو المدافع من هو لاعب وسط الميدان، يعني اللاعبين لعب جماعي يعني. اكيد اكيد نادي بارادو اللاعبين تاعو متكونين من كل النواحي، نظن انه اللاعب او حامل الكره تكون عنده عده حلول، لانه ومحاوله مصطفى صعبه 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 جدا، كانت من بالعجيه مد الكره يعني ارضيه، نشوف ولو الحق عليها في الصاله كان يكون فيها. نعم في تاخر نوعا، نعم في تاخر نوعا ما من هجوم شبيبة القبائل في الكره العرضيه هذه، والتمريره للاعب مهدي بن علجيه في القائم الاول. فعلا هو الحلول اللي بقات على لفريق شبيبة القبائل، انه لابد انه يلعب على الرباقين. نعم اكيد اكيد عندهم الامكانيات لكي يوصلوا الى مرمى شباب عفوا نادي بارادو، لكن لازم السرعه ماهوش التسرع في هذه الخطا دي، فيه تسرع. نعم. يعني السرعه مثل نادي بارادو، شوف كيفاش يعني بتمريرات قصيره يغيروا الاجنحه. نعم هاي الكره العرضيه من مهدي بن علجي على الجهه اليسرى، يراوغ اللاعب اللي موجود على الجهه اليمنى اللاعب الوصيف، وتمريرته كانت في القائم الاول، لم يقرا جيدا مهاجم فيستون مسار الكره. اذا ترجع الكره لفريق الشبيبه في مستوى الدفاع، مستوى الدفاع فيه مرات على مستوى وسط الميدان، ولكن اغلبيه الاوقات الكره لفريق نادي بارك. في هذه المحاولة لصالح فريق شبيبة القبائل، شوف في راوغ لكن في ثلاث لاعبين جو أمام اللاعب، من المستحيل المرور، بل مر وتحصل على تباس يعني بصعوبة كبيرة. يعني أمعوش قاسم حب ربما يراوغ الأول والثاني، ولكن اللاعبين يرجعوا بسرعة كبيرة، ثم فتحة مساوي صعبة الكرة إلى الستة أمتار، ستة أمتار لفريق نادي أتلتيك بارادو. الحارس مساوي الكرات العالية ما تخوفوش كثير بصراحة، لأنه القامة نتاعو الطويلة تخليه يعني الكرات العالية ما تهموش يعني كثير، فيما تهمه الكرات الأرضية والتمريرات. ثم توزيعها على الجهة اليمنى في محاولة، نعم داخل منطقة العمليات، لا تسرع تسرع اللاعب تسرع، لأنه كان من الأفضل أنه يكون اللاعب العيج يظن على الصورة، هذا كان من الأفضل أنه يعني ما يتسرعش في هذه اللقطة. هنا الترويض الأول بعد انطلاق الكرة ما كانش في المستوى، لأنه اللاعب اللي كان موجود مع اللاعب اللي مشى بالكرة لعب اعتقد ليتشي، الترويض تاعو خرج يعني كانت كان دار ترويض بسرعه، لكن اللاعب تقريبا قرا اللقطه و يعني دار عليها ضغط
الكره خرجت الى وسط امطار. نظن انه لقطات مثل هذه والسرعه تاع اللاعبين تاع نادي بارادو في هذه العشرين او 22 دقيقه يعني اثرت نوعا ما على دفاع شباب القبائل. و شالو فرانسيسكو شالو البرتغالي مدرب فريق نادي بارادو يحاول يعني انه يمد ملاحظات في هذا بعد توقف المباراه طبعا نظرا للحراره الشديده اللي مصطفى حراره كبيره جدا وحتى انه فيه بصراحه نظن رطوبه عاليه فيها رطوبه رطوبه نعم فيه رطوبه عاليه في ملعب تيزي وزو و الامور هذه خلات اللاعبين نوعا ما يتحملوا عبء كبير عبء العطش والمحاوله هذه. شوف كيف التمرير يعني تربيط الكره بسهوله يعني شيء من السهوله ما فيش يعني امور يعني في تعود يعني اللاعبين نعم. متعودين يلعبوا مع بعضهم البعض هذا شيء اكيد وفي عفوا في اوتوماتيزمات ما بين اللاعبين يعني بنظره واحده اللاعب اللي حامل الكره عنده معلومه انه اللاعبين اخرين اللي موجودين بدون مراقبه انه يعطيهم عفوا يسلم لهم الكره في احسن الظروف. اللقطه مثل هذه يعني توري لك انه اللاعبين تاع نادي بارادو عندهم يعني وقت كبير انه يدربوا يعني في نفس يعني الوقت وكذلك يعني يلعبوا لمده طويله ما بينهم بعضهم البعض. الكره لصالح شبيبه القبائل طويله في وسط الميدان يوقفها اللاعب ثم يمد الكره او يبحث عن بن علجية يبحث عن اللاعب المتحرر من المراقبه يحاول مراوغة. نعم واحد اثنين دخول منطقة العمليات لا فيه في حامل الكرة يعني صعب الحال عليه باش يمشي للأمام لأنه فيه توزع اللاعبين يعني تاع فريق نادي أتلتيك بارادو بطريقة جيدة في هذه المباراة. ذكرنا فريق شبيبة القبائل يحتل حاليا طبعا المرتبة تعوية لأنه عنده مقابلة فاز بمباراة نعم وعنده تعادل عنده أربع نقاط عفوا شباب القبائل عنده ست نقاط في أربع مباريات وفريق نادي بارادو بأربع نقاط بارادو عنده ست نقاط نعم هو الاخر ست نقاط من المباراه لصالح او الكره لصالح فريق الشبيبه في محاوله ترجع الكره ترجع للدفاع دفاع شبيبه القبائل دائما في وسط الميدان ثم الكره تمر لفريق الشبيبه اللي يحاول لكن ضاعت الكره هذه وخطا على بودوي خطأ واضح جدا فريق الشبيبة ثم فريق نادي بارادو عن طريق بوداوي رقم 34 مر عليه كل الكرات تمشي لبوداوي رقم 34 في محاولة من بن عياد وخطأ على بن عياد تدخل من بقوة على بن عياد الخطأ طبعا واضح يعني لا خطأ واضح نادي بارادو يتحكم أكثر في الكرة ويلعب على المرتدات. نظن أنه نادي بارادو 26 دقيقة أو 27 دقيقة الأولى كان أكثر خطورة على دفاع شبيبة القبائل ثم كرة من لصالح الشبيبة لحد الآن يبحث عن المعالم داخل أرضية الميدان ولكن لا شيء لحد الآن. يقول أن الكرات ضاعت كثير على خاصة على الجهة اليمنى ضاعت كثير الكرات
في وسط الميدان فيه بعض الأوقات يعني التحكم في الكرة، ولكن على مستوى الهجوم ما فيش يعني الخطر على مستوى هجوم شبيبة القبائل. ثم الكرة ترجع لنادي بارادو، ثم مرة أخرى اللاعب يستنجد وعبطة بمساوي، مساوي طويلة ثم ترجع لشبيبة القبائل في وسط الميدان. انطلاقة داخل منطقة العمليات ومساوي، شوف التوزيعة كانت ذكية، ولكن مساوي كان أسرع من اللاعب فيستون، كان أسرع. شوف التوزيعة. نعم، كانت هنا رؤية جيدة من لاعب يوبا وقاسي في هذه اللقطة هذه، لكن نظن أنه تأخر نوعا ما اللاعب فيستون في هذه اللقطة هذه، رغم وقراءة جيدة من الحارس مساوي لخرج كمدافع في هذه اللقطة هذه. ثم كرة طويلة من مصباح، محاولة لفريق للشبيبة، وخطأ لصالح فريق شبيبة القبائل بعد ارتكب نعيجي الخطأ. نعم، ارتكب الخطأ، وإذن للحارس، الحارس صالحي. الكرة مباشرة لفريق شبيبة القبائل يحاول أنه يلعب انطلاقا من الدفاع، ولكن لحد الآن ما شفناش يعني الكثير من شبيبة القبائل، توزيع ومحاولة اللعب الجماعي، ولكن في بعض الأحيان ما تكونش الكرة مصوبة أو موزعة كما ينبغي في وسط الميدان. نعم، على الجهة اليمنى لطويلة وللحارس مساوي. ركنية خرجت. نعم، ركنية. نعم. في انتشار جيد من لاعبي بارادو لما يكونوا يدافعوا، يعني يدافعوا ككتلة وما يتركوش مساحات للاعبي شبيبة القبائل، حتى حامل الكرة من نادي من شبيبة القبائل ما عندوش حلول كثيرة. إذن ركنية لصالح فريق شبيبة القبائل، وفي القائم الأيمن يدخل الدفاع، ثم تبقى لصالح فريق الشبيبة، لا يسترجعها فريق نادي بارادو، وينطلق انطلاقة سريعة نادي بارادو. مليحة هذه الانطلاقة، فيه على الجهة اليمنى، لا يفضل وسط الميدان، يرجع هذه الكرة من وسط الميدان لنادي بارادو على الجهة اليمنى. شوف توزيع الكرات كيف يكون بذكاء وبرزانة كبيرة، وحتى أنه فيه يعني كل الكرات توزع كما ينبغي، ما فيش يعني كرات تضيع بسهولة هكذا. وانطلاقة لصالح الشبيبة، انطلاقة فيستون داخل منطقة العمليات، فيه خطأ في دفع من فيستون على مدافع، يدفع إذن اللاعب بوشينا، يستعمل الحيلة فيستون. شوف الدفع. نعم، في هناك يعني دفع واضح. نعم، لو الكرة ربما اللاعب لو كان يعني ذكي نوعا ما يخلي الكرة تضرب في الأرض ممكن، لكن كانت متابعة من بوشينا. متابعة جيدة. نعم، كانت متابعة جيدة من بوشينا، كان في الصراع مع اللاعب فيستون، كان قادر أنه يأخذ الكرة قبل ما يعني يستلمها اللاعب فيستون. فعلا اللاعب بوشينا اللي كان ذكي يعني خلاه يرتكب الخطأ، وترجع الكرة لصالح نادي بارادو، طويلة مباشرة للحارس الصالحي، ثم ترجع لفريق شبيبة القبائل على الجهة اليمنى. الكرات ما تمرش بسرعة من جانب الشبيبة على عكس فريق نادي بارادو، وترجع مباشرة من الدفاع ناحية الحارس صالحي ليبحث عن الكرات الطويلة في فيستون، لكن هناك الدفاع المتألق لحد الآن بقيادة بعبطة من نادي بارادو، ثم
الكره لصالح فريق شبيبه القبائل. تباطؤ نوعا ما، تباطؤ في توزيع الكرات، هذه ضاعت وخطأ، خطأ لصالح الشبيبة، خطأ لصالح الشبيبة ولصالح اللاعب بن يوسف. لأن الكرة لخليفة ترجع الكرة مباشرة لدفاع شبيبة القبائل، البحث عن اللاعب على الجهة اليسرى اللي هو مهدي بن علجية، ما خرجتش الكرة، إذن راح ينطلق على الجهة اليسرى، يستعمل السرعة كثير، ولكن أمام اثنين من اللاعبين ما ضاعتش، بل ضاع، بل فيه هناك تماس لصالح فريق شبيبة القبائل. نعم، تماس للشبيبة وترجع في وسط الميدان لشبيبة القبائل دائما، فتحة على الجهة اليسرى والبحث عن الثغرات، محاولة طويلة بعيدة كثير، بعيدة كثير هذه الكرة. يعني اللاعب ربما كان نيته أنه يوزع الكرة، ولكن توزيعها كانت بعيدة، بعيدة كثير، بعيدة كثير عن مرمى الحارس موسوي. إذن لحد الآن نقول أن مرت 33 أو 34 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة 0-0 بين نادي بارادو وشبيبة القبائل. ما فيش يعني أشياء أو أشياء خطيرة يعني شفناها في هذه ال 35 دقيقة اللي مرت، فيش ما عدا طبعا المحاولة الخطيرة من جانب فريق نادي بارادو اللي كان صالحي وراء طبعا أو تألق صالحي في إخراج الكرة إلى الركنية، إلا الأمور يعني كانت عادية جدا. لا، عدا اللقطتين عبد الحفيظ، اللقطة الأولى التي أخرجها صالحي والركنية برأسية أبو عبطة وخروج صالحي غير موفق، غير موفق. نعم، عدا هذه اللقطتين ما شفناش أشياء تذكر. إذن الخطأ لصالح نادي بارادو، الخطأ لنادي بارادو. الكرة ما هيش بعيدة كثير عن مرمى الحارس الصالحي، البحث عن مجموعة من اللاعبين، صعود الجميع، حتى اللاعب طويل القامة هذا أبو عبطة، اللاعب محور اللي صعد هو الآخر للأمام، وفيستون يخرج الكرة هذه، رجع لي مع زملائه طبعا حتى يتفاداوا الأخطاء الدفاعية، وانطلق من فيستون، انطلق من فيستون يمد الكرة هذه وخطأ، كان في خطأ، واضح هذا الخطأ. مين الخطأ لشبيبة القبائل؟ نعم، في خطأ على لاعب مهدي بن علجية، والكرة ستنفذ من خليفة أو لا أحد اللاعبين، لاعبي وقاسي. نعم، يعني في لاعبين مختصين في تنفيذ ال أوقاسي، أوقاسي يوبا في تنفيذ هذه أو الكرة الثابتة، هذه كرة ثابتة من أوقاسي وتدخل وعبطة، ثم يوقفها بوداوي، بوداوي يرجع حقيقة لاعب متكامل، يعني يقول صراحة لأنه يصعد للهجوم، يصعد لوسط الميدان، يدافع ويهاجم ويمرر كرات جيدة لبن عياد وزملائه، وإذن يلعب بطريقة يعني نقول طريقة جيدة جدا. نعم، بودامي وبوشينا، ثم الكرة لصالح فريق نادي بارادو في وسط الميدان، بوداوي يستقبل كل الكرات، بوداوي تمر عليه تقريبا الكرات كاملة، وترجع الكرة لفريق دائما فريق نادي بارادو، بل تسرع نوعا ما، وهناك بوعبطة وفيستا، يتفوق فيستا وانطلاقة لمن لبن علجية. تسرعنا بن علجية، كان الأحسن أنه يروض الكرة
ويدخل يعني ربما كان مازال له مدافع واحد يتخلص من المدافع بمراوغه. شفنا مهدي بن علجيه هذه قوه التوغل، لكن هنا في هذه اللقطه هذه تسرع نوعا ما، مد الكره بسرعه بتسرع وترجع الكره لبادي بارادو، ثم في وسط الميدان يوقفها بن يوسف، انطلاقه نعم لصالح فريق شبيبه القبائل. بن علجيه من هناك ثم يبحث عن من تسديده ليه طيب يعني طيب هذه الكره يعني حتى العمليه كانت مليحه يعني حتى انه سدد وكانت عاليه، ولكن يعني نيه اللاعب كانت ربما في التسديد لو كانت يعني نصف عاليه كانت تشكل خطوره. نعم اكيد التسديدات من بعيد قد تكون حل من الحلول، خاصه سرعه المدافعين وذكاء مدافعين بوشينا وكذلك اللاعب بوعبطه. نعم نظن التسديدات من بعيد مثل اللي سددها مهدي بن علجيه لكن ما كانتش مؤطره قد تكون يعني حل للوصول الى المرمى. نعم حل من الحلول بالنسبه لشبيبه القبائل، و ترجع الكره للدفاع ثم للحارس صالحي، للحارس صالحي اللي يبحث عن لاعب متحرر على الجهه اليسرى. نعم مد هذه الكره ومن علجيه بحث عن نعم كره مليحه مدها مليح كما يلزم وفي سطات، ثم بن علجيه كان فيه تبادل كروي بين بن علجيه وفي سطات، ولكن في اخر المطاف ضاعت الكره هذه وترجع لصالح نادي بارادو، ثم توقيفها على الجهه اليمنى وانطلاقه من نادي بارادو، بل يحاول انه يرجع بفريق شبيبه القبائل. شوف الاعاده فقط يعني كان ذكي هنا عمل يعني نعم كان ذكي هنا في ستون هنا خرج من المراقبة ودارك أنه بن علجية اللي كان هو يعني صاحب الكرة الأولى لبن يوسف، نظن أنه كورته كانت مقطوعة من مهاجم أو مدافع بوعبطة وقراءة جيدة للكرة، لكن نظن أنه لقطات مثل هذه تقدر تكون خطيرة. توغل داخل منطقة العمليات صالحي، توغل داخل منطقة العمليات من نادي كان هذا من وزوخ. نعم وجود، ولكن كان في وضعيه تسلل نظن، ما كانش وضعيه تسلل، اللاعب رفع الرايه، اللاعب ساهم في الكره. هاي اللقطه، هاي اللقطه، شوف اللاعب اللي موجود على الجهه اليمنى يعني اثر اثر على اللقطه، اثر على اللقطه والحكم كان قريب ورفع رايته يعني بداعي التسلل، فيه وضعيه تسلل. اذا وضعيه تسلل و نقول مرت بسلام على الحارس صالحي، لانه لو مر يعني ما كانش اللعب، ولكن صالحي كان قراءه جيده هذه الكره وعرف كيف يعني الارتماء تاعو كانت على الكره، وكان وراء طبعا انقاذ الشبيبه من خطر الهدف. محاوله اذا لفريق شبيبه القبائل، المحاولات كلها على الجهه اليسرى من جهه اللاعب بن علجيه، كره لفريق نادي بارادو، خرجها اللاعب. هنا في اللقطه هذه كان خطا بين بوشينا يعني، هاي وضعيه تسلل عبد الحفيظ، هاي وضعيه تسلل. نعم شوف نعم واضح اللاعب يعني أنا اللاعب أعتقد أنه زكريا النعيجي أطر على في هذه الكرة هذه، والحكم كان قريب على اللقطة. نعم حتى خروج صالحي كان في وقته ويعني تمكن أنه يسترجع الكرة، وهذه قوة الحارس صالحي ربما. نعم يعني حتى باش يمروا عليه يعني اللاعبين بسهوله، ماهوش لانه خروجه في كل مره موفق. اكيد صالحي لحد الان 42 دقيقه وشفنا لقطتين او ثلاثه من جانب نادي بارادو كان يعني بالمرصاد لحد الان. نعم اذا الكره لنادي بارادو
لكن تضيع وترجع لشبيبة القبائل. الشبيبة تبحث عن الحلول ولكن لم تجد لحد الآن حل سهل، يعني لأن الأمور صعبة جدا أمام نادي بارادو اللي يلعب بكتلة ويلعب بطريقة جماعية، وهذا يأثر طبعا على مردود فريق شبيبة القبائل من الناحية، يعني حتى من ناحية الاحتفاظ بالكرة. وخطأ، هناك خطأ من بوداوي، خطأ على من بوداوي والكرة لصالح فريق شبيبة القبائل. بن خليفة طاهر وتنطلق الكرة أيضا للشبيبة. شوف المراوغة الأولى ثم محاولة التوغل داخل منطقة العمليات اللي لها 1-2، لكن كيف مرر للاعب فيستون، لاعب كان يعني ربما متحرر من المراقبة، كان واحد من لاعبي شبيبة القبائل متحرر من المراقبة، ومهدي بن علجية مد كرة للاعب اللي كان محصور يعني بين لاعبين، ثلاث لاعبين أو مدافعين اثنين، يعني كان في وضعية ماشي سهلة للمرور. وموسوي، إذا موسوي ترجع الكرة لبعبطة، وعبطة هذا اللاعب الشاب اللي عنده إمكانيات كبيرة، ومباشرة للدفاع. الكرات من جانب الشبيبة نقول لنا ربع ساعة، هذا ربما عشر دقائق أخيرة هذه من الشوط الثاني كان فيه كرات خطيرة، ولكن بقية في البداية كانت الكرات خطأ. نعم، في دفع من بليلي. بليلي كان الأحسن أنه شوف الدفع. عبد الحفيظ نظن مسك اللاعب. شوف الدفع، شوف نعم. شوف الدفع، نعم دفع واضح، وقام أمام مرأة حكم حكم تباس. نعم، تنبقت أقل من دقيقة، بعض الثواني فقط، والنتيجة 0-0. طبعا 0-0 الشوط الثاني، 45 دقيقة القادمة ستكون صعبة جدا مصطفى. نعم أكيد أكيد، أنا شفنا الشوط الأول خاصة في 20 دقيقة الأولى بدأت المباراة بقوة من جانب نادي بارادو، لكن في هذه 15 دقيقة شبيبة القبائل استرجعت نوعا ما من الأنفاس تاعها ومن القوة تاعها، وكانت عندها بعض الفرص لولا يعني تسرع في بعض الأحيان من اللاعبين وحتى المهاجمين، لكن نظن أنه يعني الشوط الأول على مرحلتين، مرحلة لنادي بارادو ومرحلة الأخرى لشبيبة القبائل. الكرة طويلة والحكم سعيدي نظن ما راحش يطول كثير باش يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين شبيبة القبائل ونادي بارادو. المحاولة لصالح الشبيبة والحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل كما قلت 0-0 بين فريق نادي بارادو وفريق شبيبة القبائل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. طبعا مباراة قلت أنها تكون صعبة جدا في بداية المباراة، قلنا أن المباراة عندها يعني طابع خاص نوعا ما، أنه فريق الشبيبة لابد أنه يحاول أنه يربح يفوز بهذه المقابلة، وفريق نادي بارادو ما يحاول أنه يرجع على الأقل بالتعادل. وشوف الإعادة، هاي شوف إعادة ومحاولة المدافعين وإخراج الكرة 4 مرات أو 5 مرات للتماس في خلال يعني خلال بعض الدقائق، يعني لأنه هناك كان فيه الضغط، يعني الإمكانيات تاع اللاعبين تاع نادي بارادو ضغطه، ولما يكون الضغط تكون فيه المخالفات، تكون فيه ركنيات. ومهدي بن علجية شوف كيف مرر هذه الكرة، فيستا ما فهمش اللقطة هذه كما ينبغي وخلى الأمور يعني ربما متعادلة والنتيجة
يعني صفر مقابل صفر، ومحاولات أخرى من جانب شبيبة القبائل، ولكن هو رحو تحية لسليمان رحو، ومحاولة لفريق نادي بارادو. شوف كيف الانطلاقات تبدأ يعني من وسط الميدان، و ما فيش يعني نقول تسرع، فيه الكرات يعني يتحكموا جيدا في الكرات، يتحكموا كما ينبغي لاعبي البارادو ونادي بارادو، يتحكموا في المباراة كما ينبغي، يعني الشوط أول تحكموا كما ينبغي، وحتى في الدفاع يعني في وسط الدفاع مع أبو عبطة ماهوش سهل باش تمر على أبو عبطة، من المستحيل. وهذا العمل الثنائي بين بن علجية مهدي اللي نقول الخطورة تاعه هو في التوغل على الجهة اليسرى خاصة، والتوغل داخل منطقة العملية. أكيد شفنا الشوط الأول على مرحلتين كما كنت نقول، هذه اللقطة من بن عياد إلى زكريا نعيجي، نعم زكريا نعيجي هداف البطولة بأربعة أهداف. شوف هنا يا تمرير ومحاولة من لاعب رقم 8 مليشي، لكن هنا تسديدة اللاعب رقم 8 بوداوي يخرجها الحارس صالحي اللي كان مركز في هذه اللقطة. هذه هناك نفس الشيء، زكريا نعيجي على الجهة اليمنى، لكن تغطية جيدة وإخراج الكرة إلى الركنية من بالليلي. هنا الركنية وخروج غير موفق من عبد القادر صالحي، وهنا كذلك المدافع أبو عبطة اللي ما صعدش كما ينبغي، والتايمينج ما كانش يعني تايمينج جيد. مهدي بن علجية كرة عرضية وتأخر مهاجم فيستو، يعني ما كانش هنا نقول مصطفى ربما الأمور يعني اللي نوعا ما تخص شبيبة القبائل أنه فيه نقص في المتابعة في الهجوم. أكيد أكيد ما فيش كثافة عددية داخل منطقة الجزاء، من العدد يعني ما هوش كافي، العدد ما هوش كافي، والعدد فريق البارادو عدد كبير، شفنا باحتساب الحارس عندهم على الأقل خمس لاعبين داخل البوكس، داخل البوكس باش يدافعوا، حتى فيه لاعبين أو ثلاثة ليرجعوا في الكرات الثانية. نظن أن الكتلة يعني نتكلم على الكتلة الدفاعية، يعني كتلة في بعض الأحيان يلعبوا كتلة منخفضة ويلعبوا على المرتدات، يعتمدوا على سرعة النعيجي وكذلك بن عياد، وفي طريقة دفاعية الفريق تقريبا يدافع بكتلة واحدة، يعني ما فيش ما يتركوش مساحات. شفنا في بعض الأحيان لاعبين تاع شبيبة القبائل وجدوا صعوبات لوصول إلى مرمى نادي بارادو، حتى كي لما يكون فيه تمرير فيه يعني مراقبة، يعني المراقبة دائما فيه واحد لاعب من الخلف، يعني يكونوا ثلاثة ولكن الرابع يكون يعني متواجد في قريب من الحارس، قريب من الحارس. هذا بالنسبة لفريق نادي بارادو. شبيبة القبائل في دفاعها نظن عانت الكثير، لأنه المعاناة هذه نظن المعاناة هذه جاية من عبء المباراة، لأنه تحملوا عبء المباراة. ها هنا فريق البارادو يعني ضيع كرة، ضيع هدف لولا يعني التدخل الموفق لصالحي، حقيقة نقول أنه هنا يعني ضيع كرة على فريق نادي بارادو، كرة هدف يعني واضحة جدا. و ثم أبو عبطة كذلك ضيع، لو عرف كيف يعني رأسية عرف كيف يركن الكرة داخل يعني الإطار لكان يكون هدف. وفريق الشبيبة شوف نادي بارادو كيف شاف، شوف في لاعبين على اللاعب واحد، يعني فيه لاعب يمشي للمهاجم ولاعب يغطي حتى من الخلف، فيه لاعبين موجودين في التغطية. نظن أنه هذا دفاع أو المنظومة الدفاعية متماسكة لحد الآن، خاصة من جانب نادي بارادو لاسترجاع الكرة بقوة، يعني بكتلة واحدة، فيه تضامن من جانب نادي بارادو من جانب لاعبين نادي بارادو. شوف هذا لاعب ممتاز، لاعب بوزوك
لاعب رقم 26. ولكن شوف رغم نقول رغم التواجد يعني الجمهور والضغط الرهيب اللي بالنسبه لفريق نادي بارادو لانه ولكن يعني عامل الجمهور ما عمل ولا شيء بالنسبه لفريق فريق شبيبة القبائل. نعم الجمهور يدير في دوره كما ينبغي يعني كاين واحد هنا ولا كاين يعني الناس اللي راهم دايرين في دورهم هو الجمهور، الجمهور يعني ساند فريقه وباقي يساند في فريقه حتى في الاوقات صعبه. نظن انه مشكل شبيبة القبائل خاصه وانه الفريق يعني لاعب ربع مباريات مسجل ربع اهداف وتلقى هدفين، نظن بعمليه حسابيه يعني هجوم متوسط، ولو انه المهاجم فيستون اللاعب لحد الان مسجل عدد الاهداف الكامل تقريبا الكامل لجانب شبيبة القبائل. لاعب فيستون عنده امكانيات كبيره، لاعب يتحرك كثير، يبحث على مساحات، يبحث على فراغات، لكن نظن ما عندوش كرات اللي تقدر توضعه في ظروف جيده. لكن نظن انه شبيبة القبائل عليه انه يعتمد كذلك على الكتف العدديه داخل البوكس، داخل على البوكس يعني صعود في بعض الاحيان بن يوسف بن خليفه لمسانده الهجوم تاعهم خاصه استرجاع الكرات الثانيه. وي نعم وفعلا ربما نقول في هناك في يعني دكه الاحتياط فيه تفني في بن قاسمي غلاس فيها ايت عبد السلام فيها اوتشي نفر اوتشي هذا النيجيري وسلامه وحمرون نعم هل نعم. يعني فيه هناك هذا نفور هذا اللاعب هجومي نعم نيجيريا فيه بعض يعني الحلول في دكه احتياط. نظن انه نعم. المدرب فرانك ديما عنده حلول في دكه الاحتياط، فيه لاعبين اللي عندهم السرعه، فيه لاعبين اللي عندهم الرؤيه يشوفوا اللعب مليح مثل اللاعب طافني، كذلك اللاعب اوتشي اللي عنده كذلك سرعه سلامه، حتى اللاعب حمرون عنده السرعه ويقدر ان يكون لاعبين اللي يدخلوا في الشوط الثاني. حقيقة حتى فريق نادي بارادو يعني فيه هناك موالي 45 فيه كذلك مزياني فيه طرقان فيه دوار فيه رجم وفيه قناوي من لاعبين شبان كذلك في الاحتياط، نظن عندهم الإمكانيات لقول الكلمة في هذه المباراة. أكيد حقيقة دكة احتياط لنادي بارادو في لاعبين ممتازين على غرار اللاعب مزياني اللي يمتاز كذلك بالسرعة، وكذلك اللاعب عنده إمكانيات لاعب فني، كذلك اللاعب رجم، كذلك لاعب رقم 28 اللي يلعب مليح يمشي مليح إلى الأمام، ولاعب من الناحية الفنية عنده إمكانيات، كذلك لاعب زرقان آدم اللي نعرفوه اللاعب لعب في صنف أقل من 19 سنة، لاعب ابن لاعب مليك زرقان اللي عنده إمكانيات، كذلك لاعب وسط الميدان بنية مورفولوجية جيدة، عنده رؤية جيدة للكرة. نظن انه في دكة احتياط نادي بارادو عنده بدائل، والمدرب يقدر في اي لحظة انه يغير من خطة تكتيكية لنادي بارادو. فعلا مصطفى انت محق في هذه التحليل هذا، لان يعني الفريق اللي عنده لاعبين شبان ويؤديوا في دورهم كما ينبغي ولعبوا مبارياتهم يعني المباريات اللي لعبت ولعبها فريق نادي بارادو كل المباريات ما كانش سهله يعني بالنسبه للفرق اللي لعبت مع البارادو. لا اكيد شفنا المباراه مولوديه الجزائر
مع نادي بارادو، وين نادي بارادو كان بمثابة الفريق اللي وصل عدة مرات إلى المرمى وأدى مباراة كبيرة، خرج بنتيجة التعادل. كذلك المباراة أمام شباب الوزداد وين تعادل، بالرغم من أنه تعادل لكن خلق عدة فرص أمام فريق شباب الوزداد اللي كان كذلك فريق أدى مباراة كبيرة في المستوى. مباراة الأخيرة مع المدية اللي فاز فيها بنتيجة عريضة، نظن أنه فريق يعني يصعد بقوة في هذه المباريات وهذا في بداية هذه المنافسة. نظن أن مع مرور الجولات راح نشوفوا نادي بارادو أحسن بلاعبين شبان ولاعبين يعني قل ما نشوفهم يسجلوا أهداف عن طريق كرة ثابتة. المهم أن أي فريق يلعب أمام نادي بارادو راح يجد صعوبات كبيرة، وإذا كان فريق يعني هش من ناحية الدفاعية راح يتلقى أهداف كثيرة، لأنه فريق نادي بارادو فوز بالنتيجة العريضة كل مرة، يفوز مرات ب3-0 ب4-1، يعني فريق اللي عنده الإمكانيات تاع اللاعبين اللي يعني اللي سجلوا الأهداف، يعني هذا يبقى سر نجاح هذا الفريق نادي أتلتيك بارادو. لكن عبد الحفيظ، نعم، الأهداف اللي حد الآن في الخمس مباريات أو أربع مباريات الأولى لنادي بارادو الفريق مسجل إلا خمس أهداف، وأربعة منها مسجلة من لاعب واحد اللي هو زكريا نعيجي. نظن أنه نحن في بداية المشوار والفريق يعني يتغير في بعض الأحيان، ذهاب عدة لاعبين مثل بن خليفة، كذلك اللاعب اليوسف اللي مشى في الميركاتو السابق، الملالي، يعني فيه تغييرات داخل تشكيلة نادي بارادو، لكن هذا لا يؤثر على المردود الجماعي للفريق فعلا. ولكن أنا نظن حتى لو يعني شاهد يعني فرديا يؤديوا في مباريات في المستوى الكبير، وجماعيا نفس الشيء، يعني الأداء نتاعهم في جماعيا وفرديا رائع، يعني نعم أكيد. لكن دون أن ننسى فريق شبيبة القبائل لحد الآن اللي نشوفوا التشكيلة الأساسية اللي تغيرت بنسبة كبيرة، أي بنسبة تقريبا 50% أو أكثر. نقولوا أنه عاد لاعبين الموسم الماضي اللي هما تيزي بوعلي، سعدو، وقاسي، وكذلك شتي بن علجية، وبن يوسف اللي جاء يعني في فترة الميركاتو. يعني اللاعبين الآخرين تغيروا حتى الطاقم الفني. نظن أنه مع مرور الوقت راح نشوفوا شبيبة القبائل أحسن مردود، ولاعبين راح يعني يصعد المستوى تاعهم على غرار اللاعب فيستون اللي يعني صراحة لاعب ذو إمكانيات قادر أنه يعني يسجل أهداف كثيرة لهجوم شبيبة القبائل. يعني والشبيبة معروفة، يعني الشبيبة يعني منذ زمان، يعني لما كان يعني في اللاعبين الأفارقة يعني يلعبوا لصالح فريق شبيبة القبائل، يعني كان فيه لاعبين ممتازين على غرار دابو، على غرار اللاعب، يعني لاعبين كثيرين يعني مروا على شبيبة القبائل، يعني من اللاعبين الأفارقة الممتازين من الفرق يعني الإفريقية. و ظن لحد الآن ما شفناش دخول اللاعب النيجيري أوتي، هذا ما شفناش بعض اللاعبين اللي راهم في الاحتياط، ولكن لما نشوف التغييرات، طبعا التغييرات راح تكون تكتيكية أو فنية، هذه يعود للمدرب، يعود للنظرة تاع المدرب والنقص اللي متواجد فيه على أي خط موجود. يعني ظن المدرب هو على علم وعلى علم أحسن منا وش يخص في الفريق. أعتقد أنه اللاعب مثل رزقي حمرون، اللاعب اللي عنده السرعة، مهاجم لا بأس به،
اعتقد انه راح يكون في الشوط الثاني مثله مثل لاعب النيجيري لاعب اوتشي. نظن انه شبيبه القبائل لحد الان تتسرع كثير خاصه في وسط الميدان في بعض الاحيان يضيعوا كرات وما فيش قلت لك مسانده من وسط الميدان لما تكون الكره يعني في بوكس نادي بارادو. يعني شفنا عدد قليل من لاعبي شبيبه القبائل داخل منطقه الجزاء او داخل بوكس دفاع نادي بارادو، وهذا في بعض الاحيان يؤثر بعض من الشيء على الهجوم على وصول الفريق الى المرمى، خاصه بعد ما لاعبي نادي بارادو يخرجوا الكره، يعني ما يتابعوش لاعبين شبيبه القبائل الكره وما يلعبوش الكره الثانيه، لانه اليوم الكره الثانيه مهمه لتسجيل اهداف لخلق الفرص للانديه وللمنتخبات. إذن مصطفى عوده اللاعبين الى ارضيه الميدان طبعا بعد الراحه، وخاصه نذكر انه ربما يعني بدايه من الان يعني نلعب على تحت الاضواء الكاشفه في ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو. ضمن لو يعني الحراره تنقص شويه نوعا ما تنقص الحراره راح يكون الاداء احسن من الجانبين، يعني من جانب نادي بارادو ومن جانب شبيبه القبائل، لان الشوط الاول يعني لعبوه يعني ادوه اللاعبين في حقيقه في قول في في وضع او في في ظروف حراره وظروف اكيد اكيد صبنا حراره يعني كبيره هنا في ملعب او النظام بتيزي وزو، لكن نظن انه كذلك ارضيه الميدان مع شوشبة اصطناعيين يعني صراحة تؤثر على المردود وكذلك سلبا على اللاعبين، انه كرة القدم تلعب على العشب الطبيعي، وراح نشوفوا في العشب الطبيعي يعني اشياء احسن بكثير اللي راح نشوفوها لحد الان. اذا سنعود بكم سيدتي ونسي سادتي ونعود بكم الى ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو، واللقاء لقاء نادي أتلتيك بارادو أمام شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من المحترف الأول الجزائري موبيليس. إذن تركنا النتيجة في الشوط الأول كما شاهدتم على المباشر طبعا 0-0 رغم بعض المحاولات خاصة من نادي بارادو، إلا أن النتيجة بقيت على حالها 0-0، ما فيش تغيير لحد الآن، نظن نفس اللاعبين في شطي فيه إذا شبيبة القبائل صالحي بليلي شطي تيزي بوعلي سادو بن خليفة بن علجية أوقاسي يوبا فيستون عبدول بن يوسف الياس وأماوش قاسم في احتياط تفني بالقاسمي أيد عبد السلام أحمد وانطلاق الشوط الثاني. إذن نفور أوتشي وسلامة وحمرون في طبعا المدرب السيد فرانك ديما الفرنسي مدرب شبيبة القبائل. بالنسبة لفريق فريق نادي بارادو فيه المساوي في حراس المرمى هيثم لصيف رقم 18-21 شريطية صبري 6 بوشينا 22 بوعبطة 15 سبح رقم 36 او 34 بوداوي 8 مريشي 24 نعيتشي 9 بن عياد 25 بوزوق في الاحتياط فراحي الحارس الثاني موالي ومزياني زرقان دوار تهامي محمد بل لا عفوا رجم وقناوي المدرب البرتغالي السيد شالو فرانسيسكو حكام هذا اللقاء السيد سعيدي محمد الحكم الفيدرالي يساعده كل من حاج سعيد علي وميراوي زكريا والحكم الرابع بوشنب موسى ومحافظ اللقاء السيد تهامي محمد رئيس رابطة جيجل لكرة القدم. إذن في هذا اللقاء قلت في الجولة الخامسة من دوري المحترف الأول موبيليس الجزائري إذن محاولة لصالح فريق نادي بارادو
مباشرة إلى فريق شبيبة القبائل لتحصل على التماس. كرة لصالح الشبيبة تصطدم ببودوي، بودوي اللي يلعب كرأس حربة في بعض الأحيان في وسط الميدان في الدفاع، يعني في كل مرة نجده في مكان يعني مختلف على يعني على المكان اللي ما عندوش مكان أصلي، مثلا قال هذا اللاعب وسط ميدان، بل يلعب يعني في أي مكان، يعني متعدد الخدمات. إذن الكرة لبن عياد طويلة وانطلاقة لفريق نادي بارادو تخرج إلى التماس. خرجت إلى التماس، كان هذا من اللاعب رقم 26 اللي هو بوزوق، ثم بن علجية، انطلاقة سريعة في محاولة لصالح فريق شبيبة القبائل، والخطأ يرتكب من فيستا. لما ما تلقاش الحلول الكثيرة فيستا أصبح يعني يرتكب مخالفات كثيرة. شوف الخطأ يعني كان واضح. نعم، خطأ واضح من فيستا على مسيباح. نعم. مسيباح اللي يتحول يعني في هذه اللقطة هذه وتمكن أنه يسترجع الكرة ويسترجع الكرة عن طريق الخطأ. من الشوط الثاني 45 دقيقة ثانية راح ما تكونش سهلة أبدا، لا على فريق شبيبة القبائل ولا على فريق نادي بارادو. الشبيبة تحاول أنها تفوز بهذا اللقاء حتى يكون فيه هناك طبعا رد إيجابي ربما من اللاعبين ورد إيجابي من الأنصار، وفريق النادي بارادو يحاول أنه يرجع بنتيجة كذلك إيجابية لتخليه في المسار أمام أو مع المجموعة اللي تتنافس على الأماكن الأولى. إذن كرة لصالح فريق نادي بارادو صدو. نعم، ترجح لبودوي لكن هناك دفاع شبيبة القبائل ويتحصل على ضربة التماس لفريق الشبيبة، ثم فيستان ضاعت منه الكرة، يضيع بطريقة سهلة جدا، ثم ترجع كرة لصالح شبيبة القبائل. لاح الكرة هذه محاولة لفريق الشبيبة وخطأ. إذن تفني هو اللي راح يدخل أو تنكر لي كان فيه هناك خطأ وحمرون إذن هو اللي راح يدخل في مكان من سنعرف بعد قليل. إذن حمرون هذا راح المفروض حمرون راح يدخل مكان أماوش. نعم، المفروض أماوش يخرج ويدخل حمرون يعني لتعزيز خط الهجوم، و يلعب طبعا فريق شبيبة القبائل لحد الآن يلعب قلت على الكرات الرواقين، ولكن ما وجدش يعني الضالة تاعه أمام فريق نادي بارد. نعم، دفاع منظم يعني الفريق كله منظم منظم منظمة. نعم. ويتحولوا يعني بسرعة عندما يضيعوا الكرة للاعبين نادي بارد وما يتركوش مساحات، هذا ما يخلي أنه حامل الكرة من شبيبة القبائل يجد عدة صعوبات أو جماعيا يوجد صعوبات للاحتفاظ بالكرة. نعم، إذن الكرة لصالح الشبيبة وسط الميدان. شوف ضاعت الكرة بالشبيبة وتنطلق الكرة لصالح نادي بارادو. شوف توقيف هذه الكرة، لكن مرة أخرى في تسرع من جانب نادي بارادو، ثم كرة للشبيبة القبائل يسترجعها يعني بسرعة بودوي في هذه الكرة الخطيرة جدا والمحاولة، والصالحي
صالحي كان بالمرصاد، كان بالمرصاد الحارس صالحي ينقذ مرمى شبيبة القبائل في ثالث تدخل موفق. الكرة لبن علجية، بن علجية على الجهة اليسرى يحاول التوغل والمراوغة، فعلا يبحث عن فيستون، لكن تغطية جيدة من فيستون وتبقى الكرة لصالح، بل البارادو يرجع هذه الكرة. نادي بارادو ودفاعه منظم كما ينبغي يسترجع هذه الكرة ثم يسترجعها مرة أخرى لصالح فريق الشبيبة، لشبيبة القبائل، لأنها اصطدمت بأحد اللاعبين. وشوف الكرة لولا يعني التدخل من صالحي توزيعا من بوداوي. إذن التغيير، التغيير الأول في صفوف شبيبة القبائل. إذن يخرج أماوش ودخول حمرون. نعم ويدخل اللاعب حمرون. إذن أول تغيير في صفوف شبيبة القبائل، والمحاولة لصالح الشبيبة داخل منطقة العمليات ضاعت، وخطأ في تمويه. الحكم يقول لا، نظن انذار للاعب شبيبة القبائل. هنا فيه حاول تمويه، محاولة الحكم. نعم، محاولة منهم مغالطة الحكم في هذه اللقطة، لكن سوف نرى اللقطة من جديد. 27 نعم، شوف هو أوقاسي. لا ما فيش، كاش خطأ، ما فيش خطأ تماما، والحكم يعطيه الإنذار. نعم، ينذر اللاعب، تلقى البطاقة الصفراء لأنه ما كانش هناك، ما فيش خطأ. يعني ارتمى. نعم، ارتماء اللاعب يعني لوحده ويستحق البطاقة الصفراء. ارتماء أو فيه المغالطة، يعني اللاعب حاول أنه يغالط الحكم في هذه اللقطة هذه. شوف يعني ما لمش الكرة، ما لمش رجل اللاعب بتاتا، ما لمش اللاعب بتاتا. إذا هو قاسي جوبا يتحصل على البطاقة الصفراء في هذه المباراة. سعدو يخرج الكرة إلى التباس ثم ترجع لبوزوق، بوزوق بوشينا ثم لعاب داخل منطقة العيجي في هذه المحاولة، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع، تصطدم الكرة بالدفاع ثم تصطدم باللعب. أخطاء كثيرة ترتكب على مستوى الدفاع. إذن ها هي أماوش قاسم يخرج ويدخل حبرون مكان أماوش كما كان متوقع. عبد الحفيظ، نعم قلت هذا، يعني كان متوقع أن اللاعب اللي موجود على الجهة اليمنى، اللي كان موجود على الجهة اليمنى اللاعب أماوش، ودخول اللاعب حمرون. الأداء يعني ربما يتغير بدخول اللاعب حمرون، في انتظار طبعا تغييرات أخرى من جانب نادي بارادو أو شبيبة القبائل. وانطلاقة لصالح الشبيبة في توزيع الكرة على الجهة اليمنى داخل منطقة العمليات ناحية فيستون، وترجع الكرة لنادي بارادو ثم يسترجعها فريق شبيبة القبائل، ونادي بارادو في استرجاع يعني حارين اللعب كما قال لاعبي بارادو، نادي بارادو يسترجعوا الكرة بأي طريقة ويخرجوا الكرة بأي طريقة على أن حتى يتفادوا الأخطاء الدفاعية، وانطلاقة لفريق شبيبة القبائل. فتبقى لنادي بارادو ثم ترجع وليحة لصالح شبيبة القبائل، محاولة يعني تسديدة ولكن لم تؤثر على الحارس مساوي على الدفاع. الكرة لصالح نادي بارادو وخطأ، خطأ صادو. الحكم قريب من اللقطة، كان قريب من اللقطة و نعم نعم، هنا كان فيه احتكاك، فيه نعم خطأ، يعني احتسب الخطأ نعم من أوقاسي على اللاعب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. يدخل اللاعب رقم 28 من نادي بارادو رجم اللي هو رجم 28 إذن طويلة خروج من ريشي ودخول رجم وتعود الكرة لبن علجية فيه انطلاقة سريعة لمن لكن هناك لا الكرة هذه يعني ما هيش مدروسها كما ينبغي حتى توزيعات النصف عالي هذه ما هيش في صالح شريدة القبائل وترجع لصالح اللاعب نادي بارادو ثم التماس لنادي بارادو حقيقة لعب ممتاز من جانب نادي بارادو إذن يخرج فيستان يدخل رقم 18 إذن شبيبة القبائل التغيير الثاني الحكم يعلن عن هذا شوف فيها الخطأ يعني لا في خطأ نعم في خطأ من لاعب رقم 18 بالقاسم يدخل يعني نعم. في هذا التواني على لاعب وسط ميدان نادي بارادو لكن لأنه اللاعب لمس القاسمي رجل نعم لمس القاسمي غلس نعم. وكرة إذن مباشرة كرة ثابتة ولصالح فريق نادي بارادو دائما عن طريق اللاعب رقم 21 للكرة الثابتة هذه كل تقريب من صبري شريطية لا طويلة
ثم يسترجعها دفاع شبيبة القبائل، ثم مهدي بن علجية محاولة لفريق الشبيبة على الجهة اليسرى. مليحة الفرة هذه، لا تخرج إلى التباس، تخرج الكرة، ثم فيه تغيير ثاني يدخل رقم 10 مزياني ويخرج رقم 26 بوزوق. نعم بوزوق هو اللي يخرج ثم يدخل مزياني. إذن بوزوق يخرج، مزياني طيب يدخل المباراة في الدقيقة 62 من عمر المقابلة. كرة الشبيبة ثم انطلاقة، ترجع الكرة للدفاع، طويلة صعدوا بن علجية في هربة، لكن ضاعت منه الكرة لأنه الكرة كانت طويلة، ما لحقش عليها، ثم انطلاقة وتصطدم الكرة باللاعب، أو اصطدام هناك في خطأ من لاعب نادي بارادو، ترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل ومحاولة التوغل في منطقة العمليات على الجهة اليمنى. انطلاقة بسرعة في محاولة، ثم محاولة المراوغة، صعبة هذه الكرة لبن علجية، بن علجية في محاولة وتبقى لصالح فريق شبيبة القبائل والخطأ. كرة ثابتة وصعبة في منطقة حساسة كثير هذه الكرة بعد الخطأ على بن خليفة. بن خليفة عفوا، نعم الخطأ على بن خليفة، نظن كرة ثابتة راح تكون صعبة جدا على الحارس مساوي. من سينفذ لا أعرف، أنا ما أعرفش يعني اللاعبين اللي يمتازوا بتنفيذ المخالفات أو الكرات الثابتة. في لاعب بن يوسف اللي سدت نعم. يعني جيدا الكرات الثابتة، نعم بن يوسف ممكن. بن يوسف هو اللي راح يسدد، ربما هو يختار ربما الجهة تكون مباشرة نعم. يختار جهة من جهة المرمى، يعني مرمى مساوي توفيق، يعني راح تكون صعبة جدا على مساوي التوفيق في هذه في 64 دقيقة من عمر المباراة. بن يوسف وتخرج 6 أمتار، تخرج 6 أمتار منفذة كما ينبغي، ولكن يعني خرجت خارج المرمى، ماهيش في الإطار، يعني ماهيش بعيدة كثير ولكن ماهيش في الإطار، ماهيش بعيدة على المرمى وماهيش بعيدة على القائم. شوف عبد الحفيظ، نعم. يعني اللاعب الرجل اليمنى رفع الكرة فوق الحائط البشري، نعم. تمكن أنه يمر الكرة على الحائط البشري، لكن انظر الكرة فيها يعني كانت دائرية كثير، نعم كانت يعني فيها صعوبة كبيرة، وترجع الكرة لنادي بارادو. نادي بارادو يلعب بهدوء، يمرر هذه الكرة طويلة، لكن دفاع شبيبة القبائل يسترجعها، ومحاولة صعبة وخطيرة والحارس، يعني شوف منين وزع أو منين سدد هذه الكرة الصعبة مزياني، شوف يعني شاف أنه الحارس خارج نوعا ما، الكرة كانت مؤطرة عبد الحفيظ، كانت في الإطار الكرة وإلى خارج الميدان. إذن الشوط الثاني أحسن بكثير من الشوط الأول، أحسن بكثير، قول لأنه فيه نوع من التنافس، فيه نحس باللي هناك تنافس بين اللاعبين، يعني فيه كل فريق يحاول أنه يخلق الفرص اللازمة والفرص الصعبة لنيل نقاط هذه المباراة. ومحاولة لبوداوي وقف هذه الكرة لمن، لكن تصطدم بيد اللاعب. الحكم كان قريب من اللقطة وأعلن عن لمسة يد. نعم لمسة يد، يعني واضحة، يعني نعم، مقدم اليد من بن خليفة، نعم نعم
اكيد في هذه اللقطه هذه، لكن نظن انه المدرب مدرب نادي بارادو ادخل اللاعب مزياني على الجهه اليسرى. نعم. ونعيجي في محور الهجوم، واللاعب بن عياد على الجهه اليمنى. يعني اللاعبين هذو في ثلاثه يعني غيروا المناصب، يعني هاد اللاعبين يمتازوا بالقوه بالسرعه بدون شك. اللاعبين اللي يلعبوا عندهم السرعه ومن دون شك راح يستعملهم لاعبين تاع وسط الميدان، حتى الدفاع بالكرات المرتده والكرات يعني في عمق دفاع شبيبه القبائل. نعم. اذا سعود بعبطه، سعود بعبطه، سعود كل سعود مجموعه من اللاعبين لقوا اثنين في الدفاع فقط، اثنين مدافعين ومحاوله ثم تصطدم الكره بالدفاع وتمشي لبن علجيه. بن علجيه في خطا، خطا عليه. لا مش بن علجيه، بل لاعب كنت متاشي هو بالقاسمي غلاس، القاسمي غلاس، وانذار البطاقه الصفراء لبوداوي. لا نعم لبوداوي هشام، بوداوي هشام، بوداوي هشام هو اللي تلقى البطاقه الصفراء لانه التدخلات تاعو كثيره في الشوط الاول، ونذروا يعني الحكم شفويين وانطلاقه لصالح فريق شبيبه القبائل على الجهه لمن، لكن الكره النصف عاليه ما تمرش هذه على دفاع نادي اتليتيك بارادو. يبقى فريق شبيبه يبحث عن يعني الثغرات، فريق الشبيبة يبحث عن الثغرات ويتحصل على ركنية، يتحصل على ركنية وصعود المجموعة، صعود مجموعة كبيرة تقريب كل لاعبين يبقى ربما يبقى واحد من اللاعبين أو اثنين يعني أمام واحد من اللاعبين يعني من المهاجمين اللي يبقى. ثم تنفيذ الركنية هذه مساوي، ركنية أخرى. نعم. ركنية ما فيش خطأ، ما فيش خطأ، يعني خطأ. كان فيه صعود اللاعب ومسها اللاعب. نعم. مسها برأسيته لاعب سعد دون أن يرتكب. نعم. الخطأ مع الحارس مساوي اللي مساوي ما مسكش الكرة، ما كانش عنده قراءة جيدة لمسار الكرة في هذه اللقطة هذه. نعم. إذن إلى الركنية، ركنية لفريق شبيبة القبائل، ركنية منفذة كما ينبغي، راحت هذه الركنية ثم يحاول المتابعة مباشرة إلى الحارس موسى. ما كانش فيه عدد كافي من المهاجمين اللي يخلق فيه تقطيب الرجل. نعم. من دفاع الشبيبة واضح، واضح الخطأ، تقديم الرجل والكرة لمست يد اللاعب. إذن صفر مقابل صفر لحد الآن، احنا محرومين من هدف يعني من أهداف، احنا ننتظر كثير دائما من المباريات أنه تكون فيها أهداف، فيها محاولات خطيرة، فيها العارضة، فيها أشياء كثيرة، حتى المشاهدين الكرام يحبوا يشوفوا هذه الأشياء، ولكن لحد الآن نقول أن اللاعبين التمركز تاعهم في وسط الميدان، كل فريق متخوف من الـ يعني رد الفعل السريع لأي فريق، ولذا راح تكون المباراة صعبة جدا. فيه محاولة لصالح فريق نادي بارادو، محاولة صعبة، تدخل الدفاع وصالحي ينقذ الموقف، صالحي ينقذ الموقف لخامس مرة. والله صالحي يعني يقول لو نبدا نتكلم على من انقذ يعني اليوم شبيبة القبائل هو الحارس. نعم. على عدة مرات. نعم. الحارس صالحي يخرج هذه الكرة، هذه خروج تاعه موفق، كرة زكريا نعيجي. شوف محاولة لصالح فريق نادي بارادو دخول منطقة العمليات إلى الركنية. لا، 6 أمتار يقول الحكم السيد سعيدي، يقول 6 أمتار على مرتين. شوف زكريا نعيجي يسدد في الوهلة الأولى ثم المرة الثانية، لكن حضور دهني للحارس. نعم.
صالحي في هذه اللقطة هذه، وتركيز كبير من هذا اللاعب ومن هذا الحارس. ولما الحارس يدخل المباراة يعني وما ينقذ يعني الموقف في مثل هذه الحالات، يعني يدخل المباراة خلاص يعني قول انه ما بقاش فيه يعني بقاش فيه اخطاء يعني ترتكب، اخطاء يعني قول هكذا اخطاء يعني ماهيش واضحة. خطأ اللاعب رقم 8 بن خليفة، المتابعة مليحة داخل منطقة العمليات وإلى الحارس، تباطأ اللاعب تباطأ كثير ثم ترجع كرة لصالح نادي بارادو. بوداوي بوداوي 1-2 مع بن عياد نظن، وتدخل نعم تدخل من صادو، صادو في كل مرة التدخلات تاعو موفقة إلى حد بعيد، وترجع الكرة لصالح شبيبة القبائل. صعبة هذه الكرة ولصالح نادي بارادو وخطأ، نعم الخطأ الخطأ، الكرة الثابتة الصعبة جدا لنادي بارادو، والمدرب شالو فرانسيسكو البرتغالي مدرب نادي بارادو. تحصل فريق نادي بارادو على مخالفة خطيرة جدا، خطيرة وخطيرة جدا، إذن راح تكون صعبة على الحارس صالحي وعلى دفاع فريق شبيبة القبائل. وصالحي يطلب من اللاعبين أنه يكون فيه الجدار منظم، عفوا منظم كما ينبغي على أن يكون في المستوى. إذن شوف الكرة ما هيش سهلة، ما هيش سهلة أبدا على الحارس صالحي، خاصة أنه فيه هناك اللاعب رقم 22 بعبطة، وعبطة اللي ربما راح ينفذ المخالفة والكرة الثابتة مباشرة بقوة، أو واحد من اللاعبين نظن بوشينا، بوشينا كذلك أمام الكرة هذه، من سينفذ هذه هذا الخطأ الصعب؟ ودون بوعبطة شوف بقوة ويتحصل على ركنية، ركنية لأنه لمسة الحائط البشري مكون من 5 لاعبين، وكذلك حتى في التسديد شوف عبد الحفيظ الحارس صالحي كان في مسار الكرة، يعني الكرة لو مرت اصطدمت يعني باللاعب. نعم نعم كانت تقدر تخادع اللاعب ممكن، كانت يعني لو لمست الركبة تاعه مثلا ومشت إلى المرمى راح تكون خطيرة. بوداوي بوداوي طويلة، الحارس الحارس الخروج تاعه كان غير موفق. شوف صعبة جدا هذه الكرة، شوف لثاني مرة فريق شوف بوعبطة ثاني مرة ثاني مرة يضيع بوعبطة كرت يعني هدف، هذه يعني لقطة هدف، الكرة ترجع لشبيبة القبائل. الأداء يعني ما حبسوش اللاعبين يعني من منذ بداية المباراة، ولكن الـ يعني النتيجة الإيجابية ما جاتش يعني لأي فريق، رغم المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها اللاعبين فوق أرضية الميدان، لأن اللمسة الأخيرة خصت، والهدف لأي فريق خص في هذه المباراة. كرة داخل أو في وسط الميدان ترجع كرة لفريق شبيبة القبائل، ثم الخطأ للشبيبة، الخطأ لشبيبة القبائل دائماً عن طريق أوقاسي. فيه لاعبين يعني كل لاعب يوسف لاعبين شبان تزين، عندهم إمكانيات وعندهم الخبرة، عندهم يعني اللعب مفتوح ما فيش مشكل، ولكن محاولة ويخرجها دفاع فريق نادي بارادو، ترجع لفريق شبيبة القبائل، ثم استنجاد بصادو والحارس صالحي حذاري بهذه الكرة الصعبة ثم يرجعها صالحي، خبرة كبيرة للحارس ونقول رزانة كبيرة كذلك يتمتع بها صالحي عبد القادر،
ثم انطلق من سادو. سادو وكرة لفريق شبيبة القبائل عن طريق مهدي بن علجية. طبعا راه يستعمل المراوغة. ترجع كرة لبن خليفة. محاولة داخل منطقة العمليات ثم الخطأ لصالح نادي بارادو، ربما يكون فيه بطاقة. نعم فيه بطاقة، فيه البطاقة من حمرون إلى حمرون، عفوا بطاقة إلى حمرون. تأخر في هذه اللقطة هادي عبد الحفيظ. شوف كان ارتكب خطأ على رقم 11. نعم نعم ارتكب خطأ. إن شاء الله سلامات على اللاعب. يعني دقيقة نقاط حوالي 14 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة، ولكن لحد الآن النتيجة متعادلة 0-0. لا شبيبة القبائل استطاعت أن تسجل ولا نادي بارادو وصل إلى مرمى الحارس الصالحي عبد القادر، وتبقى النتيجة على حالها منذ الانطلاقة، يعني كما انطلقت 0-0، ونتيجة تخدم الفريقين، يعني نتيجة التعادل ما هيش في صالح الفريقين، لا في صالح فريق شبيبة القبائل ولا فريق نادي بارادو. لا التعادل يخدم أكثر نادي بارادو اللي هو يلعب على خارج ميدان، ولكن نظن لو نشوفوا مجريات المباراة نقدر نقولوا أنه لا تخدم نادي بارادو لأنه ضيع عدة فرص. لكن شبيبة القبائل في هذه المباراة هذه ما نقولوش أنه شبيبة القبائل كان يعني قوي، لكن كان حاول بعض اللاعبين أنه يديروا الخط دخل تفني، تفني لعب وسط ميدان. إذن دخل تفني وخرج مكان أوقاسي. أوقاسي إذن أوقاسي رقم 27 خرج وخلى مكانه لتفني، وتفني هذا ربما يمتاز بسرعة أو يعني بالطريقه الهجوميه ما نعرفش عليه الكلام. لا لاعب مهاري، لاعب طفني، يلعب في وسط الميدان، لاعب اللي يقدر يتحكم في الكره وما يضيعش الكره. نعم وانطلاقه لصالح شبيبه. شبيبه القبائل اليوم الخطا نتاعها الكبير هو انها تلعب بعدد ناقص يعني في الهجوم. المحاوله لصالح بن عياد. بن عياد امام اثنين من اللاعبين يتحصل على الركنية. نعم تحصل على ركنية. أدى مباراة في المستوى اللاعب بن عياد، يعني تحرك كثير، خلق حرك كثير من الصعوبات، خلق صعوبات كبيرة لولا يعني وجود صادو اللي تصدى لهذه الكرة كانت تمشي ناحية الحارس الصالحي. إذن طويلة الكرة صادو ومحاولة الخطأ. في خطأ يرتكب الخطأ داخل منطقة العمليات، داخل منطقة عمليات شبيبة القبائل. صالحي راح يمد كرة طويلة كثير ثم ترجع لنادي بارادو. الكرات كلها هذه العالية في صالح نادي بارادو. والعيجي تخرج إلى خارج أرضية الميدان، كرة لصالح نادي بارادو. نادي بارادو اللي يقول انه ادى مباراه في المستوى يعني طيبه جدا، ضيع عده فرص للتهديف، يقول انه لولا صالحي اللي كان يعني اليوم يقول في يومه لكان يكون فيه كان فيه يعني اهداف لصالح فريق نادي بارادو. ثم في محاوله لبن علجيه يحاول دخول منطقة العمليات. لا بن علجية أمامه اثنين من المدافعين، اثنين أمام بن علجية قرأوا له يعني التدخل تاعه راح يكون. ومحاولة لصالح فريق نادي بارادو، تسديدة بقوة لكن خارجة الإطار تماما وترجع لصالحي، صالحي عبد القادر. اللاعبين ظهر بدا يظهر عليهم العياء، بدا يظهر عليهم العياء لما تشوف اللاعبين يسقطوا حاليا من التوعك يعني في العضلات. يعني اكيد حفيد في الشوط الاول كانت حاره كبيره هنا في تيزي وزو في ملعب راح يكون نوفمبر في تيزي وزو. نعم الصعوبه تكمن هنا، يعني لما اللاعبين يؤديوا المباراه
يعني بقوة ويأديوا يعني يمشيوا ويلعبوا يعني بسرعة. هذا من دون شك راح يأثر على المردود تاع اللاعبين ويأثر حتى على يعني العضلات تاعهم. وحنا قلتها انت انه أرضية الميدان المعشوشه الصناعيين تأثر كثير على اللاعبين. اكيد اكيد ماهيش يعني مش تكون أرضية معشوشه طبيعيا اللاعبين ما يتعبوش هذا التعب. اكيد اكيد حتى في الحراره اليوم كانت حراره كبيره هنا في زوزو. الحراره مع زيد الى ذلك ارضيه الميدان من دون شك اللاعبين يتاثروا من العشب الاصطناعي. نعم والكره صالح شبيبه القبائل يعني حتى يعني المناطق يعني الشاغره ما فيش ابدا امام لاعبي شبيبه القبائل داخل منطقه العمليات. تباطع اللاعب بكثير تباطع بين اللاعب وعوده لاعبي البارادو ثم الشبيبه تسترجع هذه الكره ثم تحاول انها تنطلق من وسط الميدان لكن العدد قليل بالنسبة للاعبين المهاجمين يعني في المهاجمين عدد تاعهم قليل ولذلك يكون الصعوبة حتى باش تصل إلى مرمى الحارس المساوي لابد أنك تمر على هذا العدد الهائل البشري في دفاع نادي بارادو. لهذه الكرة وهدف لصالح فريق شبيبة القبائل وهدف لصالح فريق شبيبة القبائل. هدف كان رائع وجميل بعد الفتحة على الجهة اليسرى من الحارس مساوي ويسجل اللاعب برأسية. من هو المسجل سنعرف بعد قليل وبعد ما نشوف هذه الفرحة الكبيرة لأنصار شبيبة القبائل اللي نقول احياهم هذا الهدف بعد شوف التسديده او التمريره وبن خليفه من حمرون هو اللي سجل الكره العرضيه من اللاعب امير بليلي في القائم الاول هو اللي وزع عليه شوف القائم الاول عبد الحفيظ في القائم الاول واللاعب حمرون يعني براسيه متقاطعه اي راسيه امتد ديكروازي في القائم الثاني الحارس المساوي بقي يعني وقف ينظر في الكره يعني هذه اللقطات وهذه الكرات الصعبه هاي الكره مشات على الجهه اليمنى لامير بليلي. شوف امير بليلي يرفع راسه شاف اللاعب حمرون يطلب الكره في القائم الاول وراسيه لا يعمل ولا شيء متقاطعه امتد ديكروازي القائم الثاني ويسجل الهدف اللي كان منتظر من كل جماهير ملعب اول نظام بتيزي وزو. يعني صراحه الجمهور ولا اروع اليوم في تيزي وزو رائع الجمهور طبعا والهدف هذا كان ممتاز ورائع. طبعا احنا كنا قلنا انه لا شبيبه القبائل ولا نادي بارادو استطاع ان يصل الى ولكن هاي هو الهدف سجل على جزئيه يعني جزئيات. نقول ان لولا هذه الكره يعني اللي اعطاها اللاعب ليلي لحيه حمرون وراسيه حمرون اللي ضربها في القائم الثاني لما كانت يعني الكره تكون خطيره. اذا بوداوي ويسترجع الدفاع. نعم عبد الحفيظ قلنا انه لاعب حمرون كان في دكه الاحتياط قلنا انه قادر يقدم اضافه عنده سرعه نعم. عنده امكانيات بدنيه كبيره بعد ما دخل في مكان اللاعب اماوج نعم وحاول الى الركنيه يخرجها الدفاع بن يوسف ثم بليلي لا عفوا والخطا الخطا يرتكب على بن علجيه فعلا وفيه تغيير ثاني او التغيير الاخير بالنسبه لفريق نادي بارادو يدخل رقم 47 هاي الكره العرضيه موالي لا الكره الاستلام عمليه راسيه الهدف كان سجله اللاعب
حمرون. حمرون نعم. إذن كان برأسية بعد توزيعة من بليلي. حمرون يسجل هدف الوحيد لحد الآن لشبيبة القبائل. إذن نعيش لحظات جيدة لفريق أو لأنصار شبيبة القبائل بعد هذا الهدف اللي تسجل في شبيبة القبائل عن طريق حمرون في الدقيقة 84، يعني 6 دقائق قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة. سجل، نقول أنه سجل في الدقيقة 41. الكرة لصالح نادي بارادو، استرجعها فريق نادي بارادو طويلة من بوعبطة، طويلة محاولة لكن ضاعت هذه الكرة، ضاعت الكرة من جانب فريق نادي بارادو. إذن إلى التماس، تماس لشبيبة القبائل المتفوقة بهدف مقابل صفر، متفوقة منذ الدقيقة 84. إذن فرحة كبيرة للمدرب فرانك ديما، مدرب فريق وإندار، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لرقم 23 شطي، لأنه ضيع كثير وقت، ضيع الوقت، نعم ضيع الوقت. ونحن نعيش الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني والمحاولة لصالح بوداوي. بوداوي طويلة، تدخل الدفاع، ترجع كرة خطيرة، ربما كرة مرتدة لفريق شبيبة القبائل، لكن يسترجعها فريق نادي بارادو، يرجع فريق نادي بارادو إلى دفاعه. نعم، مد كرة لبوداوي، بوداوي شوف كيف رجع وصعد ويضيع كرة لترجع لبهدي بن علجية، ثم توزيع بين رفقاء بن خليفة وبن خليفة مباشرة لشطي، ثم بن علجية في محاولة، والحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ لفريق شبيبة القبائل. يمشي الخطأ بسرعة، ثم تمشي الكرة بسرعة كذلك من بن خليفة، وخليفة يرجع مباشرة للحارس صالحي، ثم يخرجها صالحي إلى التماس، لأنه الكرة كانت خطيرة وما فيهاش يعني حل آخر. الدقيقة تقريب 90 ومحاولة، ثم خروج موفق لدفاع شبيبة القبائل، و يسترجعها فريق نادي بارادو في هذه المحاولة، وتعديل النتيجة. لا، كاد فريق نادي بارادو أنه يعدل النتيجة لولا يعني مزياني هذا رقم 10. شوف كرة كانت ما مرتش بعيد، كرة مزياني بالرجل اليسرى، وكان يعني الزاوية الزاوية فارغة، يعني هذه الزاوية بكتش أكيد الزاوية البعيدة. نعم، كاد أنه بكرة متقاطعة، كرة يعني كروازي إلى القائم الثاني، أنه يسجل هدف التعادل. نعم، كان قريبا على هدف التعادل، يعني تقريبا نقول أن فريق نادي بارادو كان بإمكانه أنه يعدل النتيجة. إذن الكرة، إحنا نعيش 4 دقائق الوقت البدل الضائع، 4 دقائق البدل الوقت الضائع، نظرا طبعا لتوقف المقابلة في بعض الأحيان، وكذلك التغييرات من جانبين من الفريقين. كرة طويلة وتدخل المهاجم من؟ وخطأ، في خطأ، في خطأ، نعم في خطأ في تقديم الرجل، في تقديم الرجل من جانب المدافع، مدافع نادي بارادو. الحكم السيد سعيد نعم سعيد محمد يعلن عن خطأ، يعلن عن خطأ. هاو تقديم الرجل، هاو تقديم الرجل عبد الحفيظ، نعم خطأ يعني واضح، نعم من المدافع رقم 12
لاعب الوصيف. نعم هيثم، هيثم الوصيف. نعم شاب من شبان نادي بارادو اللي حقيقة قدم مباراة، لا قدم مباراة كبيرة، لاعب رقم 12 لاعب الوصيف. يعني نقول أن فريق شبيبة القبائل كان عنده حظ كبير لما سجل الهدف، لأنه بليلي رفع الكرة وحمرون كان برأسية، رأسيته يعني ضرب برأسية في القائم الثاني، الحارس مساوي كان بعيد، ما صعب عليه أنه يتحكم في هذه الكرة وتسجل الهدف الوحيد لفريق شبيبة القبائل، نقول الوحيد طبعا بكل تحفظ لأن المقابلة ما زالت تلعب، والمخالفة راح تكون من تنفيذ بن علجية أو حمرون. علجية هو اللي سدد الكرة هذه، لكن 6 أمتار خارج الإطار، لم تنفذ كما ينبغي. شوف خرجت الإطار يعني بتاع المرمى، وتبقى الفرحة كبيرة لأنصار شبيبة القبائل بالهدف الوحيد المسجل في الدقيقة 84، وكرة تخرج إلى التماسي صالح فريق شبيبة القبائل. الحكم يطلب من اللاعب الإسراع، إسراع في تنفيذ من شطي تنفيذ التماس، ثم كرة لصالح شبيبة القبائل حمرون، وفيه خطأ، فيه خطأ، فيه خطأ، كان هناك خطأ على المدافع، كان فيه مسك للمدافع. إذن قد الفرصة الأخيرة في 30 ثانية الأخيرة، مساوي مد كرة طويلة ناحية الهجوم وتدخل من وصالحي، وكاد يسجل هدف التعادل. كاد نادي بارادو أنه يعدل النتيجة، كاد نادي بارادو أنه يعدل النتيجة لولا وجود صالحي، لولا وجود صالحي في هذه اللقطة هذه. شوف صراع ثنائي نعيجي، هذا نعيجي تغلب عليه اللاعب، حقيقة تغلب على المدافع سعدو. صالحي لو نتكلم اليوم نقول هو رجل المقابلة، أكيد أكيد. محاولة طويلة وبين أحضان الحارس، بين أحضان الحارس صالحي، لأنه الكرة كانت راح نشوف الإعادة والإنذار، الإنذار لأحد اللاعبين، أحد لاعبي نادي بارادو طبعا بعد الاحتجاج. شوف تنفيذ الركنية واصطدام الكرة، ولكن هيا هيكل قاسمي شكرا لك مع الإخوة الفنيين، ما الكرة ما دخلتش، لا ما دخلتش الكرة، ما مرتش بتاتا على يعني خط، ما مرتش على الخط. حتى لو اللاعبين يعني يحتجوا على ضربة الجزاء، اللاعب بن يوسف لم يلمس الكرة. نعم إذن، لكن الحارس صالحي، العلامة الكاملة اليوم للحارس صالحي عبد القادر الذي كان رجل المقابلة دون منازع. والحكم السيد صعيبي يعلن عن نهاية المباراة بتفوق شبيبة القبائل في الدقيقة 84 من إمضاء اللاعب حمرون بعد رأسية جيدة لصالح فريق شبيبة القبائل على حساب نادي بارادو اللي لعب مباراة وضيع فرص عديدة للتهديف، ضيع الفوز في ملعب أول نوفمبر. حقيقة نادي بارادو يستحق، على الأقل يستحق التعادل في هذه المباراة. لا أكيد 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 عبد الحفيظ، المباراة هي مباراة كرة قدم، شفنا نادي بارادو خلق عدة فرص لولا وجود دفاع وكذلك الحارس صالحي. نظن أن نتيجة الفوز بهدف مقابل صفر ما نقولوش من نتيجة غير مستحقة لشبيبة القبائل، لكن بالعكس لأنه لاعبين بدلوا مجهودات كبيرة، وهنيئا لشبيبة القبائل. شكرا للفرقة التقنية أشدي رقم 2 وزمنا المخرج هيكل على المجهود الكبير الذي بذلوه في هذه المباراة مباشرة من ملعب أول نوفمبر. شكرا لكم سيدتي وسادتي على حسن الانتباه والإصغاء، إلى أن نلتقي في فرصة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء، وعام سعيد إن شاء الله لكل المسلمين والجزائريين بالخصوص.